الاسم يوسف علي بن حريز الوضع العالي متزوج. طبعا في 85 طبعا من ضمن المجيشين في 85 كنا جامعين في المعسكر، جو بلغونا في المعسكر يقولوا لنا انتم في مجموعه حتمشي للجنوب، الفتره بتاعكم ما تتزوجش 3 شهور، تعدوا 3 شهور وبعدين يجوكم بديل تاني، انتم تروحوا هم يقعدوا في مكانكم غادي الجنوب. قالوا الجنوب ما حددوش وين الجنوب وين. طبعا وصلنا فادة لقينا ناس نظاميين، ما همش مجيشين، ما همش طلبة، ما همش مدنية، ناس نظاميين، ناس اللي هم 20 سنة و25 سنة في القوات المسلحة. يوم 2/1 هي اللي صارت المعركة متاع فادة. طبعا مسكوني أنا التشادية، حطوني في السيارة، ربطوا لي إيدي وقعدت في السيارة لعند شالونا حطونا في السجن اسمه سجن القيادة. نحن خشينا للحبس يا ريم، تعلم أقول لك حاجة، الحبس لما خشينا له طبعا من جوا هو لارية كبيرة وفي وسطها يجي 5 زنزانات بالحديد مسكرات. في الأول ما بوش خلونا نختلطوا بيهم، الناس اللي من 83 ما خلوناش نختلطوا بيهم. لعند نحن خبطنا على الباب تاع، قلنا لهم اللي جوا منه، وقالوا احنا ليبيين. وانتم وين؟ قلنا لهم ليبيين. قلنا لهم من امتى؟ انا قالوا احنا من 83. اللي شاعت اللي طلع ان اي اسير يمسكوه تشادية يدقوا له مسمار 10 في راسه هنا، والله يحطوه في بتيه البرميل الكبير بتاع 200 لتر هذا، ويلحموا عليه الحام ويحطوه في الصحراء. هل مثلا الاشاعه هذه كانت تطلع فيها الاستخبارات الليبيه بحيث ان واحد ما يسلمش؟ هذه فسرتها هيك انا. شوف يا ريم، احنا طبعا الفتره اللي عشناها في 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 فتره الاسر، فتره الاسر كانت ماساويه للحد يعني بكل يعني تخيلي، انا قعدت افكر في التفكير هذا قبل اول ما جو المعارض عرضوا علي الامر هذا، عشان كنت تنضم للمعارضه او تقعد في لني. انا قعدت افكر فيها اللي هي شنو، اللي هي كنا 10 انفار يربطوا فينا في سلسلة واحدة. يعني تخيلي واحد مربوط معاه 9 انفار في سلسلة يربطوه من الساعة 6 في العشية لعند قريب 8 في الصباح، وبعدين في الصباح يجي يحلوا عليه السلسلة. 10 انفار مربوطيني. الحمام، انت تخيلي واحد 45 يوم قعد مخشش للحمام، 45 يوم من ضمن جماعة الأسرة. يعني هذه الحاجة اللي خلتني انضميت المعارضة. عندي قدامي خيارين، والخيارين صعبات، نبي نختار فيهن اللي 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 نعيش بكرامتي ونعيش بعزة نفسي. يعني ما نقعدش تحت واحد تشادي عمره 17 سنة أو 16 سنة يقعد يضرب فيا، ما تجي. انضميت المعارضة، وفعلا أنا انضميت المعارضة وشجعت أكثر لما قالوا نحن نبغى نكون جيش ونبغى نديروا على اساس ان نحاول ان احنا نقلبوا الحكم في ليبيا. يعني كانت قضيتنا قضيه تشاد، قضيه هي ماهيش عويصه، لكن في نفس الوقت كانت مركنه على جنب. سوارة نقول لك حاجه، سوا في عهد معمر، سوا توره، حتى توا